بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك، أهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من عين سين كاف عرعر، استعرضنا سؤالا له بقي له هذا السؤال، يقول: هل هناك حد للكبائر التي إذا فعلها الإنسان ثم تاب منها لا يحق له أن يكون إماما للناس في الصلاة ولا ينبغي أن يكون خطيبا للجمعة؟ أرجو منكم الإفادة بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب يغفر الله له إذا كانت توبته صادقة وتوبة نصوحا، ويصبح التائب كمن لا ذنب له. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولا يخرج عن ذلك أي نوع من كبائر الذنوب، لا الكفر ولا الشرك ولا الزنا ولا سائر الكبائر أو الصغائر. كل الذنوب إذا تاب منها الإنسان توبة صحيحة تاب الله عليه وعاد كمن لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال النبي وقال الله جل وعلا في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. فمن تاب من الذنوب توبة صحيحة تاب الله عليه وصار صالحا للإمامة ولغيرها، والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من جمهورية مصر العربية، مقيم بالمملكة، رمز لاسمه بعين ألف ألف، يقول: سمعت من أحد الأشخاص يقول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما معناه بأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بأنه حديث غير صحيح، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ أنا لا أعلم حال هذا الحديث، ولكن معناه صحيح، فإن إحسان العمل وإتقانه يكون من النصيحة ومن إبراء الذمة ومن الأمانة التي يؤتمن الإنسان عليها، فمعناه صحيح يتوافق مع النصوص الأخرى. نعم، بارك الله فيكم. يقول: إذا توفي لأحد الأشخاص قريب، نرى ونسمع بعض الناس يصافحونه ويقولون له البقية في حياتك، فما هو رأي الشرع في هذه العبارة، وماذا نقول عند العزاء من العبارات جزاكم الله خيرا؟ التعزية مستحبة لأن فيها مواساة للمصاب، وفيها دعاء للميت إذا كان مسلما، واللفظ الذي يقال فيها: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك. هذه الألفاظ الثلاثة إذا كان الميت مسلما يقال: غفر الله لميتك. نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل ميم الدوسري، له مجموعة من الأسئلة. يقول: ما هي السنة وما هي النافلة، وهل يعاقب تاركها؟ السنة والنافلة بمعنى واحد، هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقد تطلق السنة على ما هو أعم من ذلك، تطلق على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم، يقول هذا السائل: متى أكون مدركا للصلاة الجماعة؟ الصحيح أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، ومن العلماء من يرى أنها تدرك بالتكبير قبل سلام الإمام،
ولكن الصحيح القول الأول أنها تدرك بإدراك ركعة، لأن الوقت كما ثبت في الحديث يدرك بإدراك ركعة منه، فكذلك الجماعة. نعم. يقول: دخلت والإمام في الركعة الأولى فرفع من الركوع ولم أدرك، هل يجب علي أن آتي بركعة بعد التسليم أم صلاتي تامة؟ إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تنحني للركوع وتصل يداك إلى ركبتيك فإنك لا تكون مدركا للركعة، عليك أن تأتي بما فاتك بعد السلام، بعد سلام الإمام تأتي بهذه الركعة بعد سلام الإمام لأنك لم تدركها. أما إذا كبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم انحنيت ووصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركوع، فعليك أن تطمئن وتقول سبحان ربي العظيم ثم تلحق بالإمام. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما صفة بيع العينة وما حكمه؟ بيع العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين بأقل مما باعها به مؤجلا، لأنها حيلة إلى الربا، كأنه باع مبلغا من الدراهم بمبلغ أكثر منه مؤجلا وجعل السلعة حيلة ووسيلة فقط، لأن السلعة أصبحت غير مقصودة وإنما المقصود بيع نقود بنقود مع زيادة وتأجيل. وحكمها أنها حرام لورود الوعيد والنهي عنها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالجهاد ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الشاهد من قوله: إذا تبايعتم بالعينة، لأنها حيلة إلى الربا المحرم. نعم. هذا السائل أبو فوزان يقول في هذا السؤال: هناك هدايا مجانية تأتي مع بعض البضائع لأصحاب الدكاكين، فيقوم صاحب هذا الدكان بنزعها وبيعها على المشتري، فهل هذا جائز شرعا؟ المشتري ليس له إلا السلعة، أما إذا كان الشراء وقع على السلعة وما معها من الهدية فلا يجوز للبائع أن يأخذها إذا كان البيع وقع على الجميع، أما إذا كان البيع وقع على السلعة فقط فهذه الهدية لا تدخل في البيع. نعم. السائل يقول: أرجو من فضيلتكم توجيه النصح إلى تلك الفئة من المسلمين الذين يقومون بالحضور إلى المساجد لأداء صلاة الفجر تاركين أبناءهم الصبية خلفهم نائمين، ولا يقومون بإيقاظهم إلا بعد المجيء من المسجد وذلك بعد انتهاء صلاة الجماعة. هذا يعتبر تقصيرا منهم، فإن كان هؤلاء الأولاد إن كان هؤلاء الأبناء دون البلوغ فإنه لا يجب عليهم إيقاظهم لصلاة الجماعة في المسجد، وإنما يستحب لهم ذلك، أما الوجوب فلا يجب لأنها لا تجب عليهم الصلاة وإنما تستحب وهي نافلة في حقهم، أما إذا كانوا بالغين فإنه يجب على الوالد أن يوقظهم وأن يلزمهم بصلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة راء قاف ميم، تقول في مطلع رسالتها بأنها فتاة انعقد عليها عقد الزواج من رجل متزوج وله أطفال، ولكن لم أتزوج بعد، فطالت المدة حوالي سنتين ولم أراه أو أجلس معه. السؤال: هل ينفسخ هذا العقد أم علي ما هو عليه؟ وأيضا هل يجوز للرجل إذا تزوج المرأة ولو قبل الدخول عليها ألا ينفق عليها أي نفقة مع أنه يتكلم معها على الهاتف لأنه بعيد، هو في بلد وهي في بلد آخر؟ وهل يجوز للرجل أن يتزوج من أخرى دون أن يعلم زوجته الأولى بزواجه؟ أفيدونا بذلك. إذا عقد على امرأة وتأخر دخوله بها من غير عذر فلها حق المطالبة، لا للمرأة حق المطالبة في أن يضمها إليه وأن ينفق عليها ولا يتأخر عن ذلك، وإن رضيت بالتأخر ولم تطالب فلا شيء على الزوج في ذلك، أما إذا طالبت فإنه يجب عليه إما أن يطلق وإما أن يتسلم زوجته وينفق عليها، لأن هذا هو مقتضى العقد. وأما ما
ما سألت عنه لأنه عقد عليها، فهل بمجرد العقد تجب النفقة لها؟ نعم، تجب النفقة على الزوج إذا تسلم زوجته، إذا تسلم زوجته بعد العقد وجبت عليه نفقتها، أما قبل أن يتسلمها فليس لها عليه شيء، فتجب النفقة بأحد أمرين، إما بتسلمها وإما ببذل نفسها للتسليم وعدم امتناعها ولكنه هو لم يرغب في تسلمها، فهذا لا يسقط حقها كما سبق. نعم. وإعلام الزوجة الأولى تقول، أما هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته أنه تزوج بأخرى؟ فهذا ليس بواجب وليس بلازم، ولكن من باب حسن العشرة والمفاهمة. طيب. فإنه يبين لها ذلك ويكون ذلك برفق. طيب. ولين من أجل أن لا يحصل نفرة أو مفاجأة تؤثر عليها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل رمز لاسمه بفاء ألف يا مصري مقيم بالسعودية للعمل، يقول ما هو علاج القلب القاسي، علما بأنه يقول يقرأ القرآن ويقوم الليل من الليل ويذكر الآخرة، فانصحونا بذلك مأجورين. علاج القلب القاسي بأمور، أولا بذكر الله سبحانه وتعالى، قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله يلين القلوب. ثانيا تلاوة القرآن، الإكثار من تلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن مما يلين القلوب. ثالثا يلين القلب بأكل الحلال ويقسو بأكل الحرام، فإن أكل الحرام يقسي القلوب وأكل الحلال الطيب يلين القلوب، فيجب على المسلم أن يطيب مطعمه من الحلال حتى يلين قلبه. رابعا يلين القلب بمجالسة الصالحين الذين يذكرونه بالله عز وجل ويذكرون الله في مجالسهم، فيلين قلبه معهم وبصحبتهم. سادسا يلين القلب بتذكر الموت والحساب والبعث والنشور، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هادم اللذات يعني الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثره، ولا تذكرونه في كثير إلا قلله. نعم. بارك الله فيكم. في آخر أسئلته هذا السائل يقول إنني لا أبقى شيء في أحكام القرآن أو العلوم الشرعية، أي الكتب تدلونني عليها وجزاكم الله خيرا؟ أولا ننصحك بطلب العلم. طيب. على أهل العلم، طلب العلم على أهل العلم وتلقي العلم من أهله، فإن هذا هو السبيل إلى معرفة العلم الشرعي، أن تتلقاه عن العلماء وطلبة العلم المعروفين به، ولا تخلو الأرض ولله الحمد، ولا يخلو كل بلد في الغالب من وجود عالم فأكثر أو بعض طلبة العلم، فعليك أن تهتم بذلك وأن ترتبط بالعلماء ولو بالسفر إليهم إذا أمكن، وإذا يسر الله لك معلما صالحا فقيها فإنه هو الذي يرشدك إلى الكتب المناسبة والمفيدة. عليك بكتاب الله وقراءة تلاوته وقراءة تفسيره من تفاسير الموثوقة الصحيحة، خصوصا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وتفسير الإمام البغوي والتفاسير التي ألفها سلف هذه الأمة وأئمتها. عليك بقراءة الأحاديث الصحيحة وقراءة شروحها كبلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، والعدة عمدة الأحكام مع شرحها العدة لابن دقيق العيد، وجامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم للإمام ابن رجب، فإن هذه مختصرات مع شروحها تفيدك بإذن الله، وإذا ارتفعت في العلم فعندك شروح الصحيحين وغيرها من الشروح، أيضا كتب الفقه مختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، فقه المذاهب الأربعة فيها الخير الكثير والعلم الغزير. ونوصيك أيضا بالعناية بالنحو ودراسة اللغة العربية، لأن هذا مما يعينك على فهم الكتاب والسنة، وأيضا دراسة الأصول، أصول الفقه وعلوم الحديث، لأن هذه أيضا من العلوم التي تعينك
على 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 فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوصيك بعدم التسرع في الأحكام وعدم التسرع إلى الفتوى والتحليل والتحريم إلا بعد أن تتأهل لذلك، وإذا وجد من يكفيك من أهل العلم فإنك تكل الفتوى إليه ولا تتسرع بهذه الأمور، لأن العافية لا يعدلها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل حامد حسين من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: أسأل عن زكاة قصب السكر ونبات سكر البنجر ومحصول القطن. عندنا في بلادنا هذه المحاصيل هي المحاصيل الأساسية، وقد دار نقاش بين الإقوى حول زكاة هذه المحاصيل، فمنهم من زعم وهو الراجح بأنه لا زكاة فيها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ الزكاة إلا في 5 محاصيل، وهي القمح والشعير والتمر والذرة والزبيب، ورأى الفريق الثاني بأنه تجب الزكاة في المدخر. فنرجو من فضيلة الشيخ توضيح هذا الأمر على إخواننا بالأدلة والبراهين مأجورين. تجب الزكاة في الحبوب وفي الثمار، الثمار مثل تمور النخيل والزبيب من العنب، والحبوب كالبر والذرة والدخن وما يتخذ للقوت، فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر، كل مكيل مدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أوجبها في المكيلات المدخرة. وأما بقية الخارج من الأرض كالبنجر والقطن والخضروات والفواكه والبقول، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست مكيلة وليست مدخرة، ليست من الحبوب ولا من الثمار، فلا تجب فيها الزكاة على الصحيح. ولكن إذا باعها وحصل على شيء من ثمنها وحال عليه الحول، إذا حصل على شيء من الدراهم من ثمن هذه الأشياء وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب الزكاة في قيمتها. نعم، بارك الله فيكم. في سؤالي الأخير يقول هذا السائل: رجل اكتسب مالا من حرام ثم تاجر في هذا المال حتى ربح كثيرا، ثم مات هذا الرجل وكان له أولاد صالحين، فما حكم الميراث الذي ورثوه من أبيهم من هذا المال الحرام، وقد تورع البعض من الأبناء عن أخذه، وجهونا في ضوء هذا مأجورين. إذا تيقنوا أنه من الحرام كله فهو وأرباحه حرام، يجب أن يضعوه في مشروع من المشاريع ويتخلصوا منه، ولا يجوز لهم أكله لأنهم يعلمون أنه حرام. أما إذا كانت المسألة مسألة ظنون وشكوك ولم يثبت لديهم أنه حرام، فالأصل الإباحة ولله الحمد. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل زغلول مصري يعمل بالرياض يقول في هذا السؤال: أنا حديث العهد بالزواج، حيث أمضيت ما يقارب من 40 يوما مع زوجتي بعد الزواج، ولارتباطي وظروف العمل سافرت وتركتها، وذلك بعد الاستئذان منها بالسفر، هل أنا آثم بذلك؟ وما هي المدة المسموح بها شرعا للزوج الذي يغيب عن زوجته؟ للمرأة حق في الاستمتاع والإعفاف وأن لا يغيب عنها زوجها مدة تضر بها، كما لها حق الإنفاق والسكنة والأنس بزوجها، ولكن إذا دعت الحاجة إلى سفره عنها لطلب الرزق أو لطلب العلم أو غير ذلك من المقاصد المباحة أو الضرورية أو المحتاج إليها، فلا بأس أن يسافر، لأن هذا شيء لا بد منه وتدعو إليه الحاجة، ولكن عليه أن يعود إليها بين الفترة والأخرى كلما أمكنه ذلك. وأقصى مدة يغيب فيها الزوج عن زوجته 4 شهور. على 4 شهور. نعم، جزاكم الله خيرا. من أرتيريا السائل ألف 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 يقول: هل يجوز إنشاد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجهونا في هذا السؤال. لا بأس بإنشاد القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هذه القصائد تشتمل على غلو وإطراء، أو تشتمل على شرك ودعاء للرسول صلى الله عليه وسلم واستغاثة به، كقصيدة البردة وما شابهها
عليها فإنها قصائد محرمة شركية، لا يجوز إنشادها ولا إشاعتها بين الناس. أما القصائد النزيهة الخالية من الغلو والإطراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بقراءتها وإنشادها، كقصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذين جاءوا من بعدهم من شعراء أهل السنة، فلا بأس بإنشادها، ولكن لا يتخذ لإنشادها وقتا معينا كيوم المولد أو مناسبة المولد، فإن هذا بدعة. أما إنشادها في غير تخصيص وقت من الأوقات وهي خالية من الغلو والإطراء ومن الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.